اهلا بكم اخوة الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اغريج اس نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم، وهو مناسبة تواجدي بمدينة ليريدا في اسبانيا. غادي نقول لكم الميزات اللي كاينين في مدينة ليريدا، وشنو تقدروا ديروا هنايا الا كنتو ساكن هنايا، وفاش تقدروا تخدموا. فخليكم معايا ما تشوفين. نتمنى تدعموني بالاشتراك وبارطاجيو الفيديو الى كان ممكن بطبيعه الحال، ولايك الى عجبكم الفيديو، والى كان عندكم شي تساؤل الاراء ديالكم راه كنجاوب عليها دائما، وكنحاول ندير كاع فيديوهات بعض المرات الى كان شي موضوع مهم. فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم. نبداو الاخوه والاخوات الفيديو ديالنا على بركه الله. مدينه ليريدا، اول حاجه غنبغي نعرف بالموقع ديالها. ليريدا تتواجد بين جبال ديال البيرينوس او البيريني بيريني بالفرنسيه. وهذه المدينه هذه هي مدينه يعني عندها الطقس ديالها جاف حار في الصيف، وفي البرد كاين البرد لان الجبال تكون فيهم الثلج. هذه المدينه تتواجد في اقليم اللي سميتو كاتالونيا. هذا اقليم ديال كاتالونيا اللي موزع لاربعه ديال البروفينسياس او اربعه الجهات، اللي هي بروفينسيا ديال ليريدا، بروفينسيا دي طراغونا، بروفينسيا دي بارسيلونا، والبروفينسيا دي خيرونا. كاين اربعه ديال البروفينسيات. ليريدا جات قريبه لها اراغون، جهه ديال اراغون اللي هي يعني الكومينيدات ديال اراغون، قريبه لها ويسكا بحوالي 110 كيلومتر، وقريبه لها ساراغوسا بحوالي 130 كيلومتر، وقريبه لها طراغونا بحوالي 80 حتى 90 كيلومتر، وقريبه ليها برشلونه بحوالي 140 كيلومتر. هادو هما المدن الكبار اللي جاوا دايرين بليريدا. دابا ندخلوا لداخل الوسط الاقليم ديال ليريدا، ونعرفكم على بعض البيبلوات. من بين البيبلوات اللي كاينين هنايا في ليريدا قرابين، كاينه بالاغير بيبلو كبير، كاينه مويروسا، كاينه طري فريرا قريبه، ولكن ماشي شي بيبلو كبير بزاف. كاينه الماسياس اللي جات على الحدود بين اقليم كاتالونيا واقليم اراغون. كاين هذه الطريقة، كاين بزاف ديال البويبلوات. ندخلوا اخوة الاخوات، شنو تقدر دير في ليريدا؟ انت كمهاجر جيتي ليريدا، او كيما بغيت تكون مهاجر عندك الجنسية الاسبانية، جيتي من اوروبا، منين ما جيتي غادي نقول لك. ليريدا اول حاجة مشهورة بالفروتة، عندها التيمبورادا ديالها في الصيف كتبدا في شهر 4 كتسالي في شهر 10 تقريبا حتى لشهر 11. الفروتة ديال الصيف كاينه هنايا، الفواكه كتلقى مثلا الخوخ، خدمه في البرقوق، حب الملوك، البعويض، شويه ديال الدلاح، المهم لوقيته ديال الفروتة. وبعض المعامل ماشي كثيره بزاف، ولكن اغلبيتها معامل ديال تي عندها علاقه بالفواكه. كتلقى شركات ديال كتصفي الفواكه، شركات ديال العصير مثلا كتعزل الفواكه مزيانه والخايبه، المهم ديما كتلقاهم في هذا المجال هذا. مساله اخرى عاوتاني اللي هي السياحه. تقول لي ودي واش هي واحد المدينه سياحيه ولا كيفاش دايره؟ الاخوه الاخوات، هي ليريدا سياحيه، ولكن ماشي بشي درجه كبيره. عند السياحه الجبليه شويه، لان هنا بقرب كاين بلايص في الجبال، بحال دابا واحد البويبلو هنا سميتو جيمينيت. كاين المهم كاين السياحه الجبليه نظرا للقرب ديالها من البيريناوس، بحال دابا فيايا محسوبه هي على ليريدا هنايا، قريبه جات بين الحدود الفرنسيه والاسبانيه، جات قريبه للحدود الفرنسيه بزاف. حتى هي كيمشيو تما الناس كيدوزو فيها الشا، وكيديرو فيها شويه ديال السكي وكذا، قريبه لها شويه اندورا اندورا، والعاصمه ديالها اندورا لا فييخا، دولة صغيرة اللي كتعرفوا الدويل ديال اندورا هنا قريبة بواحد 140 كيلومتر، حتى هي كيمشيو ليها. اللي خصك تعرف على مدينة ليريدا هو انها هي ماشي اكبر مدينة، لا، وانما في كاتالونيا، وانما اكبر اقليم بصفة عامة، اكبر جهة بالبويبلوات. اللي جمعتي ليريدا كاملة بالبويبلوات ديالها اكبر من برشلونة بالبويبلوات ديالها، وخيرونا بالبويبلوات ديالها، وطرقونا بالبويبلوات ديالها. كتمتد من يعني الحدود مع اراغون كامله غادا، حتى الحدود مع اندورا، وحدود اخرى مع فرنسا من جهه فيايا. يعني مدينه جهه كامله او بروفينسيا كبيره بزاف.
كبار من بروفينسي ديال برشلونه وديال خيرونه وطرادونا الا جمعتي كما قلت لكم قبل اللي ريده بالبيبلوات ديالها يعني كبر من برشلونه بالبيبلوات ديالها ولا اي بروفينسي من البروفينسيات الاربعه الثلاثه اللي ذكرت لكم قبل. اللي غيجي وبغى يخدم هنا فراه الخدمه تكون موجوده كما قلت لكم بين شهر 4 وشهر 10 وغالبا في الفلاحه. كاين هنايا شويه تتحرك حتى الاوستيليريه شويه ديال الريستورانتيس والكافيتيريس اللي تيكونوا غالبا تيكونوا في ريكاردو فينياس بالليل مثلا في واحد هنايا في واحد الحي في ليريدا واحد البلاصه في ليريدا سميتها ريكاردو فينياس تيخدموا بالليل. كاين قهاوي في كاي مايور ولكن هذا الشيء في الشتاء تينقص بزاف لانه الناس تيكون هنا البرد كثير والناس ما تخرجش بزاف يعني تتعشى على برا وكذا نظرا لان البرد وتكون تكون الشتاء والضبابه ديما الشمس ما تخرجش فبنادم غالبا تيهرب لبلايص اخرى. تقول لي اودي انا بغيت نجي لريدا ونكري مثلا نكري شي دار هنا الكرا غالي لان الخدمه هنا تكون موجوده في الفلاحه وداك الشيء فالكرا هنايا غالي لان تتواجد هنا واحد البوبلاسيون عاليه واحد واحد يعني النسبه ديال العرب وافارقه ديال جنوب الصحراء كثارين هنا والجزائريين والمغاربه كثارين هنا بزاف كاين النسبه عاليه بولادهم عائلاتهم كاين الناس بوحدهم هنايا في ليريدا فهذا الشيء علاش غتلقى هنايا الكرا غالي لان كاين نسمه كبيره بزاف هنا في ليريدا حوالي 170 الف او 160 الف نسمه اللي كاينه هنا في مدينه ليريدا فالكرا غادي تلقاه بين 550 حتى 600 اورو الدار ما بيهاش وهو غادي البيت حتى هو تلقاه ب 300 اورو 290 يعني الكرا غالي مقارنه الا قارنتيه بطرادونه وخا طرادونه فيها البحر ولكن ليريدا فيها الخدمه هذا الشيء علاش الناس تتجي هنا بزاف او كتستقر هنايا اللي هادشي اللي خلى الكرا يغلى. المهم كما قلت لكم الاخوه والاخوات هذه هي مدينه ليريدا. نرجع ونهضر على الطقس. الصيف كتكون تتراوح بين 30 حتى تتصل بعض المرات حتى 46 47 نظرا للحراره في الصيف وقربها من الجبال. في الشهر تتصل حتى ناقص 10 ناقص 12 في شهر 12 شهر 1 حتى لشهر 2 ف اللي غيجي ليريدا خصو يدير في حسابه هادشي ولا قلبتي على دار قلب على دار تكون فيها الكاليفاكسيون في يامات الشتاء على الاقل باش انك تقدر انك تعيش بخير وما تعيش مع الدب بالبرد وداك الشيء. هذا ما كان الاخوه الاخوات كانت هادو بعض المعلومات على مدينه ليريدا. اللي عنده شي تساؤل يخليه لي في الكومنتير غادي نجاوب عليه بكل فرح ما كاين حتى شي مشكل. وكان معكم دائما اخوكم يوسف كنحييكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.